تحية عالية للإخوة في أنفاس بريس، شكرا لكم على هذه التغطية. أنا كفاعل جمعوي وكفاعل سياسي بمدينة الفيلسوفية، يعني مع هذه الوقفة، وأتضامن مع ساكنة الفيلسوفية من أجل رفع هذا الحيف على المدينة، ومن أجل ربط شبكة الماء صالح الشرب بماء بحيرة الخوارق. كإطار سياسي وكإطار جمعوي، يعني لابد من أن أشهد لهذه الوقفة بأنها هي وقفة ترافعية ميدانية، يعني توجه رسالة إلى الجهات المسؤولة من أجل أن ينتبهوا انتباها ملحوظا لتغيير قنوات الماء التي هي مربوطة بالساقية المتواجدة بسوت المعارف، وربطها بالمياه الجوفية المتواجدة في الخوارق، حتى لا يزداد الطين بلة وتتكاثر هذه الاحتجاجات، لأن اليوسفية مش محتاجة لاحتجاجات كثيرة، كفانا من الاحتجاجات. يعني المسؤولين خاصهم يعاودوا النظر ويجدوا نظر ويعاودوا يستجبوا المطالب ديال ساكنة اليوسفية. 64 ألف نسمة الآن تشرب من مياه يعني فيها طعم ليس بصحي، يعني أغلبية الناس تتوجه إلى مستشفى لاله حسنة مصابة بمغص. صيدليات الآن عليها طابورات ديال الناس تشتري أدوية ديال المغص، السبب هو هذا الماء الملوث. هذا الماء الملوث يعني تصب فيه معامل ديال السكر، تصب فيه المياه العديمة ديال سيدي بنور، ديال العونات، ديال حد ولاد فرج. إذن ماذا نشرب في هذا الماء؟ عندنا احنا مياه نقية، مياه صالحة للشرب، وكنحيدوها وكنجيبوا ماء آخر. هذا انتقام مدينة اليوسفية، هذا انتقام مدينة اليوسفية. كفانا انتقاما، كفانا انتقاما، كفانا انتقاما. دابا الماء هو ولا ديالو بحال مخوض، ما بقاش النوع ديالو كي كان. دابا واللي عنده المناعة قليلة دار ليه الوجع ولا كيضره، اللي عنده المناعة قوية باقي لاباس. هادشي اللي كاين. كان الماء المرة الأولى كان مزيان وكان نقي وكان مجهد، الماء دابا القلان قل ما بقاش ولا قليل، كيتخوى بشوية تلمقل.